والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا ألمانيات 90% بهم جن سايب لك جن ألمانيات شعب الألماني 90% بهم جن بس القصاد ما يطلع قولوا 90% بالفعص ما يطلع شوف اللي يعيش في ألمانيا كلهم بهم 90% جن alle Leute die in Deutschland leben die haben Jinn شوف الفعصات ما يطلع شوف يتحرك باذن الله تحرك يا ايها الجن شوف اذا تعال اجي تعال هنا استاذ المصور شوف 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 على تشكيل امامهم شوف رجاءً اسمعوا كلام انا جاي اخدمكم افتح مستشفيات طب الانبياء بدون مقابل في سبيل الله والله ما اريد ماني بس خليك دي ارتست und Krankenhäuser die haben keine Erfahrung wie Dr. Ali Dr. Ali شو المشاكل مع زوجه مو بيدها هي مرأة طيبة macht Therapie und behandelt diese Leute. شوف هذا الجن. بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل لماما ماما هو يتحرك لو أنت تحركيها. Du bewegst dich, dich oder alleine? Nein. Dein Körper. الله الله أكبر. لا الوحدة. شوف هذا هو الجن. يقول مو بيدي هو يتحرك. Das ist Jinn. أين العلم؟ لحد لما وصل. شوف هذا طب الأنبياء. Das ist Medizin. تحرك يا أيها الجن. محمد. أخرج يا جن. شوف يقول مو بيدي حركة. الجن بجسمه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذا النبي. Der Körper automatisch bewegt sich. Bewegt sich nicht. الآن طلع الجن. الحركة، القتل، المشاكل بالبيت والطلاق والحرب كله سبب الجن والله. رب العالمين يقول في القرآن. Die Kriege, die Probleme auf der Welt, ganzen Welt, alles wegen Jinn, wegen Geist. الآن يروح الجن يصير طبيعي ماما. ماي تقرأ على الماي. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لا يزيد الظالمين إلا خسارة. ماما اشرب ماي. بالألماني يقول اشرب الماي. قول لا تخافي أخلي على وجهه لا يخاف. الآن طلع الجن قول لا شوف يطلع الجن شوف الجن جيت غوص شوف شوف الآن يطلع الجن أبد قول لا تخاف أبنى الآن يطيف أخرج يا ظالم الدكتور علي يقول أخرج يا ظالم ما يدري كيف ماذا شوف شوف الله أكبر الآن يطيف أخرج يا جن بسم الله ماذا دريكي لا إله إلا الله محمدا رسول الله إسلام جود جود ما دار نجورك خلي مسوي هكذا مثلي مرة ثانية هكذا إذا جن باقي تحرك إذا جن باقي تحرك الله أكبر شوف طابت شوف جوجن على زود استنى ماذا استنى تعالي ماذا الله أكبر ماذا بك شوف كل ماما تعال ماما تعال تنفس ماذا كل بالألماني يقول هسه شو وضعيتك فيزيت فيزيت alles gut jetzt wie sieht aus bei dir جسمك خفت؟ خفت جسمك؟ رأسك خفت؟ قول لها عصر في بسهم ولا إيمان وغص؟ نعم هي لا في عندها تحسن ها؟ في عندها تحسن نعم سوي هكذا سوي أضرب من ماما سوي هكذا صار أحسن من قبل إي قولي الآن رأسك يوجعك ولا؟ عصر إيمان وكوف شمتس سوي هكذا بيسم شوي الآن يطيب بسم الله لا يخاف يا أمي كانوكس لا شوف هذا حبل الشوكي هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الانسان 360 مفصل الحبل الشوكي هنا انا لماما خلي ماما يجلس على الارض سيت داون ماذا سيت داون سيت داون سيت داون زول سيت داون سيت يلا ماذا ماذا زيكزاك يوجعك الآن؟ خلاص شوي بركبتها شوي بركبتها
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مريض فهو يشفي وإذا مريض فهو يشفي. ماما سوي هكذا الآن يوجع لو خلاص. أوكي. يقول وين دش بيسترس وين دش ماما استيقظي ستاند اب تبني معه هي ما بيها شيء بس إيه إيه صح ماما سوي هكذا ماما ارفع يدك الان يوجع يدها قولها حاسه بعد يوجع له خلاص باين شمال سنية عندي شوي كذا الله اكبر يا الله يا الله ماما ارفعها الان يوجعك ارفع يدك الان يوجع باقي الاخرى راحت كلها ناو جود مادر قلت له بس شمال شو يقول بس شمال سنية ماما جاي انا وين شوي توجع تعال كم معي تعال كم معي يلا إذا ما يلا ماما يلا ماما أمي ما دار يلا ماما ارفع قول قول الله أكبر يقول قول ناو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ماما ناو قول الحمد لله يلا إسا الحمد لله. ماذا الخبر؟ مباركة.